طيب عايز اسالك على الدحيل يا استاذ رجائي كمان، عايز اسالك على فريق الدحيل الناحيه الفنيه حاليا خلاص بعد ما اختتم مبارياته بيستعد لكاس العالم للانديه. الدحيل خلاص دخل اجواء البطوله بعد نهايه مباراته بالامس مع فريق الاهلي القطري في الدور ثمن النهائي لبطوله كاس الامير. الدحيل كسب بنتيجه كبيره بسداسيه نظيفه، نتيجه كبيره جدا يعني بالنسبه للمباريات الاقصائيه في البطوله. هو جاهز تماما لخوض المباراه، جاهز تماما. الدحيل فنيا انا من وجهه نظري يمكن الحاجه الوحيده اللي بيفتقدها فريق الدحيل هي عمليه يمكن التنظيم نوعا ما، لكن هو فريق عنده قوه هجوميه على اعلى مستوى. انت بتتكلم فريق بيلعب باربع لاعبين في الخط الامامي، المعز علي هداف كاس اسيا وافضل لاعب في اسيا 2019، عنده ادميلسون واحد من افضل الاجنحه اللي موجوده في اسيا وليس فريق الدحيل، الوافد الجديد اللاعب دودو اللاعب البرازيلي ادى مستويات عاليه جدا، ايضا بالاضافه الى مايكل اولينجا اللاعب اللي استخدمه من اليابان هداف الدوري الياباني لاعب كيني يمكن في الماتش الاخير سجل هاتريك. الدحيل عنده الخط الدفاعي نوعا ما يمكن هو من مش عايز اقول من اقل الخطوط، لكن دايما بيعتمد على القوة الهجومية، وعنده خط وسط على أعلى مستوى يمكن بيغيب عنه واحد من أفضل اللاعبين في قطر وهو لاعب المنتخب القطري كريم بوضياف. حتى هذه اللحظة لم تتحدد مدى إمكانية مشاركة اللاعب في البطولة من عدمها، لكن بقية خطوط الفريق عنده لاعبين صغار لاعبين شباب، عنده خطوط متكاملة متجانسة. يمكن في دوري أبطال آسيا النسخة الماضية يمكن ما وصلش لأدوار متقدمة فيها، لكن هو بصفة عامة فريق جيد، بطل الدوري العام الماضي، عنده عناصر جيده وعنده البديل وبديل البديل، حتى المحترفين الموجودين معاه الجوده عاليه جدا، تقدر تقول من افضل المحترفين، مش عاوز اقول لك في اسيا، حتى على مستوى افريقيا لو احنا بندور على مقارنه بمحترف الاهلي او الفرق اللي موجوده في افريقيا، لا الدحيل عنده محترفين في الخط الامامي عاليين جدا.